سي سهيل حددنا على السر ديال النجاح ديالك. شوف سر النجاح البرنامج خط الاحمر اللي كان كونسيبت لاول مره غيدار في المغرب. كانوا فيه نجوم في اثاره في الجدل في شويه المضاربه لداخل، يعني كما تنشوفوا في الشرق او في الخليج برامج يعني مختلفين. نجح فضل واحد جوج حلقات فضل الله سبحانه وتعالى اولا، وفضل الحلقه الثانيه ديال سعاد حسن من بعد ما اثارت الجدل، ومن ثم بدات المسار ديال البرنامج، وهذا الشيء تنشكروا الجمهور المغربي اللي تبع. شنو تبغي تقول الصحفيين اللي يلاه بادين في الدومين؟ الصحفيين اللي بادين، شفت انا يلاه بادي يلاه تنحط النقيطات، تنقول لهم الله يوفقكم الله يسعدكم، ديروا النقطة اللي بغيتوا توصلوا لها والله تغتوصلوا لها، غتلقاو الحفاري، غتلقاو السم، غتلقاو الحسد، غتلقاو اللي ما غيبغيش لكم الخير، ولكن امنوا ديما بالله سبحانه وتعالى لانه فعلا هو اللي تنصفنا وتنصرنا. سهيل كتلقى واحد الانتقادات كبيرة في لي كومونتير وكيوصفوك بزاف ديال هذا، كيفاش كترد عليهم؟ شوف كاين اللي تيقول لك في الكومونتير ماشي كلشي، اكيد كومونتير الايجابيات اكثر من السلبيات، كتلقى يلا غتبان عتبان دار البرنامج فين كان هذا من خرج هذا، لا خصكم تتبعوا لانه كدير برنامج حتى نجيب فيه رواد الشاشه المغربيه، محمود الادريسي الله يرحمه وعديد من نجوم الشاشه المغربيه وما كاينش يتشافوا. حنا خصنا غير نوضحوا انه راه واخا نجيبوا ناس ثقافيين ما غاديش يتشافوا، ولكن ملي تنجيبوا هاد الموجه المشاهير ديال هاد الموجه كيتشافوا اكثر. داكشي علاش فكرت انني ندير المشاهير وندير وسطهم مثقفين، يعني درت حلقه في رمضان في ليله القدر المجاهدين ديال القران اللي ربحوا في المغرب، حاولت انني نوع ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انني رساله للزملاء ولا لاي مجال ما تبقاش تحاربوا بعضياتكم، لانه وحق الله كاين اللي غتلقاه قوي وكاين اللي غتلقاه ما قويش، يعني هذاك اللي ما تلقاش قوي غادي يتهرس لك دغيا. سهيل كنلاحظوا واحد التواجد كبير ديالك في المناسبات ديال الفنانين والحفلات، بصراحه واش هما اللي كيغوتوا عليك ولا كيفاش كدير تحضر لهم؟ شوف اكيد هما اللي تيغوتوا عليا، حاجه باينه هذه مثلا بحال هذا حفل ديال اختي نرجس حلاق عرضت عليا وقالت لي باش نانيمي بطبيعه الحال انني بدون مقابل خصني نوقف معها. الحفلات الاخرين اكيد تتواصلوا معايا، انا تنخدم بزاف طنجه مع مايا ايفنت، وكنخدم ايضا في مراكش، كنخدم في المدن المغربيه، كيتصلوا بيا تنقدم حفلات او افتتاحات، فهذا الا شرف قبل ما يكون تكليف، وهذا تيكون رزق من عند الله سبحانه وتعالى. اليوم احنا في حقيقه نرجس الحلاق تنتمنوا لها التوفيق، لا هي ولا مهدي فلان، سواء بقاو مع بعضياتهم ولا ما بقاوش، والله ينصرهم والله يحفظ هذيك البنيه ان شاء الله. واكيد النجاح ديال اي ايفنت بلا بيكم انتم الزملاء الصحفيين راه ما كاين والو، تبارك الله عليكم.